أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المناظرة اليومية. إذن أثار تأييد النائب الدكتور منصور عباس رئيس كتلة الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة بقرار رئيس الكنيسة إعادة التصويت في قضية الغواصات جدلا واسعا داخل القائمة المشتركة من مركباتها وأنصارها. فوقوف عباس إلى جانب مطلب الليكود إعادة التصويت في قضية كانت يمكن أن تورط نتنياهو فات الثلاث المتهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يثير التساؤلات حول ما يشاع من تعاون سري بين الليكود وبين الحركة الإسلامية. ما دفع البعض لوصف الإسلامية على أنها حصان طروادة داخل المشتركة. إذن هل الخلاف حول موقف عباس يعكس خلافا تقنيا مشروعا أم يعكس تصدعا ينذر بانتهاء تجربة المشتركة بصيغتها الحالية؟ أليس هذا من البراغماتية أن يتعاون في حزب عربي مع الحزب الحاكم خدمة لجمهور المشتركة؟ لنبدأ المناظرة. أزاني بصور لي يشوف روش. لنقاش هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو السيد فادي عجاوي ناشط سياسي. أهلا بك سيد فادي. وينضم إلينا أيضا سيد أمير بدران عضو بلدية تل أبيب يافا. أهلا بك سيد أمير. وأبدأ هذا النقاش معك. إذن موقف النائب عباس يؤكد أن المشتركة عمليا هي تحالف مصالح بنهاية المطاف، والمصالح تتغير عمليا. المشتركة هي عبارة عن قائمة تصب فيها عدة قوائم مستقلة من طيارات مختلفة وآراء سياسية مختلفة. هناك الكثير من المشترك بين هذه الأحزاب، وهناك مواضيع أخرى التي باتت عليها خلافات إن كانت أحيانا على الطريق وليست على الهدف. مع ذلك نحن قلنا أن الخيار الأفضل للأوساط العربية وللمجتمع العربي هو أن تصب هذه الأصوات في قائمة واحدة، ولذلك مشروع القائمة المشتركة هو مشروع مهم جدا للوسط العربي والمجتمع العربي، بالذات على ضوء القوانين التي سنت مؤخرا بما يسمى نسبة الحسم، لكي يكون هناك تصويت أفضل ويكون تمثيل أحسن للوسط العربي، لأن الأرقام التي كانت في السابق تحذى بها الأحزاب السياسية كانت ضئيلة جدا، وكانت لن تسمح أن تكون هناك كتلة قوية متينة تمثل الوسط العربي في الداخل الإسرائيلي. ولذلك المشتركة هي مشروع مهم حتى ولو كان هناك خلافات داخلية. نعم هناك خلافات داخلية، نعم يجب أن يكون هناك التزام أكبر وتنسيق أفضل بكل ما يتعلق في المواقف السياسية على حد التحديد. حينما يكون هناك تصويت، حينما يكون هناك تصويت في البرلمان يجب أن يكون تصويت موحد، ولذلك هذا ما مع اختلاف هذه المواقف عمليا سيد فادي. يعني في الكثير من الأحزاب والكتل السياسية نرى يعني عمليا تغاير في التصويت، وهذا عمليا ما يعني يتصوره البعض ويراه البعض بأنه جزء من الديمقراطية، ولكن لماذا نستكثر على حزب أو عمليا على القائمة المشتركة بأن تكون يعني تحمل هذا التغاير بين أعضائها؟ أولا دعني أقول لك أنه بطبيعة الحال القائمة المشتركة ذهبت كأربع أحزاب، يعني هو ائتلاف أحزاب معين، وواضح أنه في هناك اختلافات. ولكن ما لا أتفق مع ضيفك الكريم أنه القائمة المشتركة هي ليست مشروع مهم، هو مشروع باعتقادي ثبت فشله، وهو مشروع ما يتفق عليه أعضاء يعني الكنيسة والأحزاب هو فقط في نقطتين، نسبة الحسم والكراسي، وهذا ما ثبت. الأمر الآخر الذي لا أفهمه ربما يعني يشرح ضيفك لنا، ما هو التغيير الذي حصل عندما حصلنا على 15 مقعد من ما كنا فيه بخمسة مقاعد؟ الأمر الذي يثبت أنه كلما للأسف كلما ازددنا بعدد المقاعد ضعف موقفنا في الكنيسة، وهذا أمر يجب أن نقف عنده بشكل تأمل. باعتقادي الشخصي
أنه القيمة النوعية للصوت العربي أو للمندوب العربي في الكنيسة لا يتوقف على عدد أعضاء الكنيسة، وإلا إثبات على كلامي في عام 92 عندما كانت حكومة رابين كانت 5 أعضاء كنيسة فقط وكان هناك تأثير. إذن بنهاية المطاف هناك تغيير في الرأي العام الإسرائيلي نحو اليمين بشكل كبير جدا، وبالتالي لن يفيد يوم 15 لكن بحسب قراءات البعض يعني هذا الأمر منوط أيضا بالسياسة الداخلية الإسرائيلية عمليا، ولكن هناك إثباتات على كلامي. نحن نتحدث بشكل موضوعي حتى نتحدث إلى الناس بشكل عقلاني. أنا أقول لك مثال بسيط جدا، في عام 2015 ل2018 كانت القائمة المشتركة في بدايتها وكان أول 3 سنوات، في أول 3 سنوات القائمة المشتركة عملت 13 عضو كنيسة عملوا فقط 36 قانون جلهم طبعا لا يعلو بشكل خاص بالوسط العربي، فقط 36 قانون، في حين أنه عضو كنيسة واحد في قائمة شاس ميخائيل ميخائيلي استطاع أن يقوم بسن 41 قانون لوحده في فترة مدة زمنية 2 سنين، يعني أقل من كل أعضاء الكنيسة، أكثر من أعضاء الكنيسة العرب مجتمعين وفي مدة أقل، وهذا يدل على أنه الموضوع ليس الكم بل هو الكيف. هذا أمر. الأمر الآخر يجب أن نعرفه عن التمثيل العربي أن الاختلافات يتحدث على أنه هناك اتفاق أو هناك يعني أمور نتفق عليها كأحزاب عربية. باعتقاد الشخصي الأمر الذي أراه الوحيد اللي غالبا ما نتفق عليه هو ما يخص القضية الفلسطينية، موضوع أنه تكون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ونتحدث عن حق العودة وكل هذا الكلام جميل جدا، ولكن عندما يصبح الأمر يخص المواطنين العرب هناك إشكاليات حقيقية. إثبات على كلامي، تخيلي موضوع الشواذ أو موضوع الشواذ الجنسي أو نعم كنا وتطرقنا لهذا في حلقات نعم، ولكن مهم جدا نعم. هناك اختلافات خطيرة جدا واختلافات حتى تؤدي نعم داخل هناك ينشب انتبه نعم. هناك فارق بين الاختلاف والخلاف، بين أعضاء الكنيسة اليوم نشب خلاف وليس اختلاف، وهذا يعني على سبيل المثال هذا توجه لسيد أمير. سيد أمير يعني هذا الاختلاف الذي يصفه عمليا أستاذ فادي بالخلاف عمليا، يعني أساس القائمة المشتركة هو أن يكون عمليا هنالك موقف كسد منيع أمام بنيامين نتنياهو، وأيضا الجبهة عمليا والقائمة المشتركة أعضاء منها وصفوا بسياسة إسرائيل بسياسة الفاشية. هل هذا الأمر لربما تغير عمليا وبات من الممكن مع انتهاء الفاشية والتي كنتم وتحدثتم عنها في الانتخابات، بات من الممكن اليوم دعم من وصفتم قبل عدة أشهر بالفاشيين؟ أنا لا أرى إمكانية أن يكون هناك دعم من قبل أي فرد أو أي عنصر من القائمة المشتركة لبنيامين نتنياهو، لرئيس الحكومة أو لحزب الليكود أو لكل من هو حوله. لذلك أنا أتحفظ جدا من الموقف الذي قام به الدكتور منصور عباس، وكوني عنصر وعضو في القائمة في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنا طبعا أتمسك بهذا الرد الذي قمنا به في بيان خاص بما يتعلق في التصرف الذي كان عمل به دكتور منصور عباس. هذا ليس عمل صحيح، هذا أقل ما يمكن أن قوله في هذا السياق، ولكن هناك ولكن كبير. نحن مسؤولون عن مجتمع كامل، ونحن نلعب اللعبة السياسية كما يجب أن نلعبها بمصلحة مجتمعنا، وحينما تتطلب منا هذه المصالح السياسية أن نخوض هذه ونجتاز هذه العراقيل والتحديات يجب أن نرتقي من هذا المأزق الذي نحن موجودين فيه، ونعلم كيف نتخطى هذه المرحلة بقائمة مشتركة متينة تحافظ على جميع مركباتها، كل مركباتها، لكي لا يكون فرصة هناك أن نخوض الانتخابات مرة أخرى بما في هذه الغلطة الذي قد كانت في المرة السابقة حينما كانت هناك قائمتين وليس قائمة مشتركة واحدة، وكان الخطر على كليهما. عمليا قوائم أخرى تسعى لأن تحل محل القائمة المشتركة من وجهة نظرك؟ هناك يعني البعض مثل علي سلام وغيره كان هناك وكأنه تحديات
أن يكون هناك جسم لكي ينافس القائمة المشتركة. هذه الأقوال طرحت وكأنها كانت نوع من التهديد خلافا لجدل كان بينه وبين عضو النائب عفر كسيف من الجبهة. مش كانش في جدل، هو عفر كسيف شتم. هو لا يعني هو لم يشتم، هو يقول أشياء. لا اسمحي لي اسمحي لي، يعني لذلك بس ما شتم. خلي أنا سأتم جواب وأنت لك حق الرد. لا ماشي لك حق الرد. لذلك انا اقول سادي بما يتعلق بهذا الموضوع بس الخارطة السياسية، سيكون لديك حق الرد يعني سيد سادي. اكمل جملتك سيد امير لننتقل الى ضيفنا. الخارطة السياسية تقول ان هناك لا مكان ان يكون هناك اكثر من حزب واحد لكي يمثل الجمهور العربي. إثباتا لذلك أن في الانتخابات الأخيرة كان أكثر من 90% من الصوت العربي يصب في خانة واحدة فقط لا غير، وهي القائمة المشتركة. نعم. شئنا أم أبينا، وحينما نتكلم عن عدد أعضاء الكنيسة أريد أن أجاوب لهذا النقطة بجملة لو سمحت أن تصل إلى صحيح سيد فادي. أنا أوافق أن ليس العدد هو ما ما ما, ما يجب أن نتمسك به، بل الكيف ليس الكم، ولكن يجب أن نعلم أن في هذه الخارطة السياسية الكائنة في هذه الأيام لكي يمكن أن يكون هناك أي أمل في تغيير هذه الحكومة ومن يترأس هذه الحكومة. نعم. الصوت العربي. نعم. هو من سيد فادي. سيد فادي. هذه. نعم. سيد فادي أريد أن أستمع إلى ردك عمليا، إلى ردك لو سمحت أطرح سؤالي قبل ذلك بما يتعلق بما قاله سيد أمير بأن هنالك لربما حركات أخرى تسعى لأن تستبدل القائمة المشتركة، ومن ضمنها عمليا ربما هنالك تقارير تقول حركة ناصرتي، وأنت عمليا تنتمي أيضا والناطق بلسانها. أريد أن أستمع إلى ردك بما قاله بهذا الشأن. الأمر الأول هو يتحدث أولا، يعني يريد يعني إن كن في أنا مصداقية في خلاف سياسي فيش مشكلة، أما من كلش الحقائق ونحرفها عيب. أنت بتعرف منيح أنه حتى أيمن عودي النائب أيمن عودي قال أنه فعلا عوفر كسيف قال كلام بذيء باتجاه رئيس البلدية، وقال أنه ما كانش لازم يقوله، فياريت يعني أنت تعترف فيه عيب. يعني قال له يعني كل حقير كان على رئيس بلدية، فرجاء يعني نضحك على الناس عيب. فأنا بطلب منك يعني أدبا وأخلاقا أنك تتراجع من هذا الكلام، تقول أنه كان في جدال. ما كان جدال لأنه كان أنا لن أشتم علي سلام. لا مين مش انت؟ انا لا علي سلام، وليس هناك اي تراجع من طرفي يعني. كعضو من الجبهه لا، انك تيجي تقول لا انت قلت انه هو ما سبش، قلت انه في جدال. لا وهذا كلام غير صحيح وانت بتعرف عيب. الامر الاخر انا بحكي عن اسمع الامر الاخر على قصه انه بقول انه لازم يكون بمعنى انه اذا كنا اكثر بيكون تاثيرنا اكبر وشيء من هالنوع بعرفش، ولكن دعني اقول لك الاثبات الحقيقي انتبهي جيدا، انا بحكي سياسي الان، عند كلما زادت القائمه المشتركه كانت امكانيه تشكيل الحكومه لنتنياهو افضل، وهذا امر مذهل. اي عمليا قاعده بيانات ببساطه وفق حسبه بسيطه جدا، وفق حسبه بسيطه جدا، انت تعلم اليوم انه حسب استطلاعات الراي هناك ازمه حقيقيه بالنسبه لنتنياهو خصوصا من اليمين، وهناك بنت يحاول طبعا ان ينافسه على الرئاسه، فبالتالي هناك حتى كان هناك السيناريوهات انه ممكن تكون حكومه بدون نتنياهو صحيح. اذا كلما تقلص هذا المعسكر الذي اتحدث عنه وهو مركز اليسار كلما تقلص كان وذهبت الاصوات للقائمه المشتركه. لحظه هذا امر نقطه مهمه مما تقوله بان الناخب العربي يعني لعله لا يعني من فضل يعني لا يصوت الصوت العربي للاسف عندما يذهب للقائمه المشتركه يذهب الى سله المهملات السياسيه. ليه كيف يعني اسمح لي اتابع من المجتمع العربي الصوت المشترك كيف المهملات السياسيه الصوره بس عشان تفهمها وترد علي ما بدي احكي لك الصوره خلي الناس تفهم. عندك 120 عضو كنيسة صحيح، انا بحاول ابسط الامور. 120 عضو كنيسة كلما كان الطرف المركز اليسار الأصوات اللي بأخذها عمليا من العرب لأنه العرب مش هيصوتوا اليمين وهذا شيء طبيعي مفروغ منه، فبالتالي لنعود إلى المحور. أوكي بس نعم نعود إلى المحور الآن. لا 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 ما فهمتش يصبوا في نفس القائمة. معاك ما تزال مش مستوعب معي. أنا بقول لك بصوت المشترك، أنا أقصد أنه الصوت كل صوت عربي للمشترك يذهب إلى سلة المهملات السياسية الإسرائيلية، لأنك أنت من البداية لا تريد أن تدخل حكومة مزبوط. مش هيك رح يا عزيز، أنت فاهم اللعبة السياسية غلط يعني. لا 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 الموضوع جاوبني. مش انه يكونوا الاعضاء الكنيسة جاوبني بس لا جاوبني منطق امير سوف لن نخرج من هذه. سيد فادي لو سمحت سيد فادي لا ما في منطق ليس لدينا هنالك متسامح من الوقت. سيد فادي انت لن تجاوب على الاسئله المطروحه. سيد فادي انا جاوبت على السؤال لو سمحتما انا اسير النقاش. سيد فادي لنعود الى المحور عمليا، يعني هذه الارقام في نهايه المطاف عليها هنالك جدل وليس هذا يعني المحور الاساسي في هذه الحلقه. نعود الى حركه الناس
قصيرتي. هنالك من يقول، سأكمل سؤالي، هنالك من يقول بأنه عمليا حركة ناصرتي تحاول أن تستبدل القائمة المشتركة، ولكن دعني أكمل السؤال. يعني في هذه الحالة هنالك من يقول لما هذه الشماتة بالقائمة المشتركة إذا كانت عمليا قائمة ناصرتي تغازل بنيامين نتنياهو وتتقرب من بنيامين نتنياهو؟ ما بتجيب المعلومات يعني؟ هذه وفق التقارير. أي تقارير؟ ما فيش اي تقرير ابدا، فيش اي تقرير بيقول ان ناصرتي تغازل الليكود. شفتهاش يعني؟ اليس اسمعني، من يقل من التقارير؟ جيب مصدر. اسا انا بدي اوافق معك، اعطيني مصدر. جيب لي مصدر، تضحكي، جيب لي مصدر بس عشان اورجيكي بس ادعاءات سخيفه. اعطيني مصدر. لحظه اشرطه الفيديو على الشبكات الاجتماعيه. اعطيني مصدر اسا، اعطيني مصدر. انا مستعد اوقف الحلقه واقول لك انك صادق. اعطيني مصدر. أعطيك إياه بعد. مصدرك؟ لا مصدرك هذا تصدر حكي فادي بما يتعلق بوسائل الاتصال الاجتماعي بالفيديوهات عمليا بكل ذلك. رئيس بلدية الناصر بتيجي عندي وزيري مثل أي رئيس بلدية ورئيس مجلس، وانت بتعرف هذا الكلام. تصدر حكي بلاش لأنه عيب، لأنه أنا أعطيني منطق معين أنا بجابك. كل مصدرك، كل مصدرك يعني، كل مصدرك في سياق الحوار. طيب نعم كيف بجاوبك؟ إذا كلام وسطزع حكي ومعروف، إحنا تعودنا على الجبهة والإنشاء تبعهن وبخونوا العالم، وإحنا عارفين تاريخ الجبهة والحزب الشيوعي الأسود من 48. وصلت لدينا مستشفى، نريد ان نسمع الى الطرف الاخر. وصلت سيد فادي. سيد لا اسمح لي، مش انت بتكرر ابدا. بجمله عن ناصرتي، بجمله مهمه جدا، بما انك الناطق باسمها. ثلاث مرات اثبتت انها عندها مسؤوليه كبيره جدا اتجاه المواطن العربي اكثر من جبهه الحزب الشيوعي. تعرف لماذا؟ لانه دعمنا، تخيلي، رغم الخلاف الكبير في انتخابات بلديه الناصره، وانت تعرفي هي الخلفيه، رئيس بلديه الناصره وقائمه ناصرتي دعموا بشكل واضح القائمة المشتركة رغم وجود جبهة الحزب الشيوعي. هذا يدل أن مع مسؤولية كبيرة كنا نحن، بينما الحزب الشيوعي نعم طول عمره يرفض الوحدة العربية. معروف أصلاً يعني. نعم. سيد أمير، يعني في نهاية المطاف. سيد فادي. سيد فادي، لنكون في محور النقاش في هذه الحلقة، سيد أمير، بما يتعلق يعني أيضاً بموقف النائب منصور عباس. إذن في نهاية المطاف الموقف تماشى سوياً مع موقف المستشارة القانونية للكنيست، لكن في الجهة الأخرى يعني الأمر لم يعطي الحسم مرة أخرى لتورط بنيامين نتنياهو. هذا الأمر أخرجه من هذه الورطة بحسب رؤية المراقب. نعم، لذلك هذا الأمر. كيف يفسر هذا للمجتمع العربي الذي صوت بغالبيته إلى المشتركة؟ نعم، هذا مصدر لجدل بالفعل في الوسط العربي، في داخل الأحزاب أيضا. أنا صحيح حينما أقرأ ما يكتبونه زملائي في الجبهة وغيرها، هناك تطرقات مختلفة لهذا الأمر. هناك من يقول أن يجب وضع حد ويقطع هذا التصرف لأنه مؤذي للديمقراطية، وهذا لا يعقل أن يكون من خلال القائمة المشتركة الذي هي تصب أولا وآخرا في مصلحة الوسط العربي. وأول مصلحة وأول هدف يجب أن يكون لهذا الوسط هو إزالة رئيس الحكومة التي متورط ورطات كبيرة في ملفات جنائية. وكان هناك هذا التصويت أن يكون هناك لجنة تحقيق برلمانية لتحقق بموضوع الغواصات، وهو موضوع متورط فيه رئيس الحكومة. وحينما ألغي هذا القرار للأسف، وأقولها بالأسف الشديد، ببيان مشترك من قبل الدكتور منصور عباس ومن يرأس الكنيست، قبل حتى أن يكون هناك القرار من المستشار القانوني، قد أرسل الاثنان رسالة بيان مشترك. وهذه لأول مرة في تاريخ الكنيست يكون هناك بيان مشترك بين رئيس الكنيست ونائبه. أنا أقول كما قالتها النائبة عايدة توما من قبل، لا يعقل، لا يعقل من يمثل، من يكون على رئاسة هذه الكنيست ويدير جدول الأعمال، هو منتمي أولا لمصالح من بعث به لهذا المنصب وليس للليكود. لذلك من هذه النقطة كان هناك خطأ كبيرا بما فعله الدكتور منصور عباس. ربما هذا الخطأ كان ليس
ليس بالتنسيق، ربما كان يكون عفويا، ولكن هذا خطأ. ولذلك نحن نقول نحن لا ندمر هذه الشراكة لأن كان هناك خطأ، ولكن نعيد النظر مرة أخرى ونقول أن يجب أن نرتب الصفوف وأن نعمل سويا لكي أن القائمة المشتركة هي حلنا الوحيد وليس أي قائمة أخرى ناصرة أو غيرها التي ممكن. سيد أمير ابقى معنا. سيد فادي، عمليا هنا سيد أمير والذي ينتمي أيضا إلى عمليا الجبهة التي جزء لا يتجزء من القائمة المشتركة يعترف بهذا الخطأ ويقول أن هنالك خطأ، الخطأ الذي لا يجب أن يكون السبب في تفكك القائمة المشتركة، وموقفكم يعني الذين تحاولون إبرازه عمليا إيجاد هذه العيوب بقراءة البعض في هذه القائمة المشتركة، هل هذا الأمر سيؤدي سيد فادي إلى زوال القائمة المشتركة بهذه الصيغة؟ بهذه الصيغة عمليا التصريحات بأن القائمة المشتركة عمليا كما قلت من ناحية أصوات هي لا تساعد الناخب العربي، كما قلت أن هنالك تباينات، ليس هنالك توافق بين المواقف عمليا. أنا أتحدى ضيفك إذا بقدر يكون إنجازات القائمة المشتركة ثلاث إنجازات كليا، يعني أتحدى إذا استطاع أن يكون إنجازات القائمة المشتركة. ما هي إنجازات القائمة المشتركة؟ ثلاث إنجازات. أولاً الخطة 922 التي صحيح كمل لسه بجاوبك عليها. غلط. شكراً على توزيع على توزيع العلامات لإلي يعني. سيد أمير. شوف الفرق لحظة. لحظة أنا أغير النقاش لو سمحت سيد فادي. لو سمحت لدينا متسع من الوقت. لو سمحت ما لو سمحت سيد فادي. سيد أمير. كمل جاوب. أكمل 922 الملايين التي تصب على السلطات المحلية العربية وبتحسين أوضاعها منذ سنوات طويلة لم يكن وضعها فيها. كمل ماشي. انت لا انا لان انا سالتك سؤال استفهام. لا هو انا فضحتي ما فهمتيش علي المفروض انا احكي. انا سالت سؤال استفهام قال لي في عنده، فانا بقول لك اعطيني. انت حكيت سيد فادي. سيد امير لو سمحتما يعني للحلقه عشان اكمل، لانه انا المفروض انا لدينا هنالك متسع اكثر من لا بس المفروض انا احكي المفروض انا احكي لانه هو جاوب مزبوط. صحيح سالت انت تساءلت هو حقي أن يسأل. لا تريد أن تسمع الجواب. اوكي أمل أن تكون يعني قد ارتوقت لكأنه يستمع. ثانيا أنا أقول أن المصدر الحقيقي والإمكانية الوحيدة التي كانت في آخر انتخابات أن يكون هناك تغيير في تشكيل هذه الحكومة وإزالة بنيامين نتنياهو كانت من خلال اليد الممتدة من قبل القائمة المشتركة الذي حظت في 15 مقعد. أنا لا هذا إنجاز في الانتخابات طبعا. طبعا سيد فادي طبعا 922 الملايين إلى المجالس والبلديات وعمليا يعني إخراج أنا أنت حكيت 922 هذا مش إنجاز. خليني أجاوب إسا لنستمع إلى الرد. 922 بكلام من مصدر إسا، هذا الفرق بينه وبينك أنه بعطي مصادر مش كلام إنشاء. المصدر الدكتور أحمد طيبي من خلال لقائه في سحامكم في موقع إنترنت اللي هو لقاء محلي بقوله شيء من هالنوع ومستعد أبعث لك إياه. قال أنه القائمة المشتركة ليست صاحبة خطة 922 مطلقا، ومن قام بها يعني وساعد فيها واحد اسمه أمير ريفي المسؤول في وزارة المالية واللي هو قام بالطريق عن طريق الحكومة واللي بذل المجهود بصورة جبارة أستاذ مازن غنايم، وهذا ممكن ترجع له الدكتور أحمد طيبي وآخرين. بس جاوبتك بس الفرق بينه وبينك أنه أنا بعطي مصادر أنت بتعطيش مصادر. ماذا عن باقي الإنجازات سيد فادي؟ فيش إنجازات. الأمر الآخر أعطيني إنجاز آخر. أعطيني تفضل. فيش إنجازات. تسعة أنت بدي أمشي لخيها. شوف أنت أعطيني غيره. أنت لا تفهم. لا أول شيء بفهم أكثر منك. كلش لا تفهم. ما هو معنى؟ احكي بشكل محترم. تفضل. أنا قلت كل لا تفهم. أنا قلت أنت لا تفهم ما هو معنى. إيه بشكل كل لا تفهم. سيد فادي سيد أمير. لو سمحتم. تفضل. أنت مش قادر تعطي إنجازات. نعم. مشكلتك أنت ضعاف. أعطي إنجاز سيد فادي أعطي إنجاز في إطار الحلقة لو سمحت. أعطي إنجاز. إحنا نحكي على القائمة المشتركة. أعطيني إنجاز. هي أنا ستسكت. طيب لديك حق الرد. مش راح يجاوب. أريد أن أستمع إلى حقي في الرد. نعم مش إنجاز. أعطيني إنجاز كلمتين. لديك حق الرد بما تشاء أن تقول عمليا. القائمة المشتركة 15 عضو في البرلمان الإسرائيلي يمثل المجتمع العربي. شو يعني يمثل؟
في كل ما يتعلق بالحياة اليومية، أنت تطرقت لمن يصن القوانين، فأنا سأقول لك من يصن القوانين ومن يعمل يفعل الإنجازات. القائمة المشتركة من يرقبها هو الجبهة، والجبهة هي القائمة التي هي قائمة عربية يهودية. تريد أن تعرف من هو البرلمان الأول على 120 برلمان اللي أنت ذكرتهم؟ ليس شاس وليس الليكود، بل دوف خانين الذي صنع أكثر من 100 قانون اجتماعي. شكرا لكما ضيفاي الكريمان، الوقت انتهى لدينا في هذه الحلقة. شكرا لك السيد أمير بدران عضو بلدية الأبيب يافا، وشكرا لك سيد فادي عجاوي الناشط السياسي. مشاهدينا الكرام، بهذه الأجواء نكون قد وصلنا إلى نهاية المناظرة اليومية. كونوا بكل خير، بأمان الله، إلى اللقاء.